ينضم إلينا أيضا هاتفيا سيادة اللواء علاء بزيد مدير مركز الدراسات الأمنية. سيادة اللواء أهلا بك، يعني طبعا بالطبع كيف تابعت حفل التخريج وكذلك كلمات وزير الداخلية في هذا اليوم؟ الحقيقة يعني احنا قبل ما نوجه التهنئة لأبنائنا لازم نتذكر في هذا اليوم وفي كل يوم أرواح شهدائنا الأبرار اللي وضعوا أي أرواحهم الزكية على أيديهم الطاهرة وقدموها قربانا وفداء لهذا الوطن، وبنقول عشان دول هم يعني بالنسبة لنا دايما يبقوا محل نظر ويبقوا موجودين، أرواحهم رحلوا عنا بأجسادهم لتبقى أرواحهم تضاعف من روح العزيمة والصمود والعزم على اقتلاع جذور الإرهاب. الحقيقة يعني أبنائنا الطلبة بيتخرجوا في وقت بالغ الصعوبة وفي وقت الظروف مصر حرب الإرهاب فرضت عليها وعليها، بيمارس أحط الأساليب غدرا وأدنى الوسائل انحطاطا، وهم يعني رغم أن إحنا بنشوف قد إيه في شهداء من الجيش ومن الشرطة وفي إيه، لكن بنلاقي السمة المميزة لأبناء مصر إن هم قد إيه في مدى الإقبال على هذه الكليات، كلية الشرطة أو الكليات الخاصة بالقوات المسلحة كلها، ده يدل على إن هذا الشعب فعلا بيضحي وبيقدم أغلى ما عنده من أجل وطنه، مش حاجة بترهبه أبدا ولن يرهبه أبدا أي إرهاب، ولن ينتصر إرهاب على الشعب المصري، ومصر دائما كانت مقبرة للغزاة وسط الظلم. الحقيقة هذه البراعم الجديدة إن شاء الله يعني تلقت أعلى تدريبات، ودلوقتي إحنا عايزين نقول إنه في تطور وتطوير في التدريب وفي الأداء، ودخل علوم جديدة منها حقوق الإنسان بتدرس الآن، وكيفية التعامل مع إعادة بناء جسر الثقة بين الضابط والمواطن، لأنه مهم جدا، لأن المواطن إحنا بنعتبره كنا بنعتبره زمان في بداياتنا وتعلمناه كده إنه هو رجل الأمن الأول، وهو الظهير والحاضن لرجل الأمن، وهو المصدر المتجدد والمتدفق للمعلومات اللي بتعين رجل الأمن على أداء وظيفته، وإن وظيفة رجل الأمن دي وظيفة يعني تعلموها وما يتعلموها إن وظيفة سامية، هو بيدافع عن أبوه وعن أخوه وعن عمه وعن زوجته وعن بنته وعن أخته وعن أمه. فطبعا كل ده نعم، هذه طبعا وظيفة لابد أن تواجه العديد من التحديات، خصوصا مع الإرهاب الذي واجه الوطن والعالم بأجمعه. اللواء علاء أبو زيد مدير مركز الدراسات الأمنية، شكرا جزيلا لك.